ستوب دوزيام راح يكون في الحس، الحس نشاط والحيوية. أنا برك فايت على ريستورون، لا مكان يعني في مسجد جامايك ولا مسجد انديا، واللي هي الجهة المسلمة نتاع الهنودة هنا في ماليزيا. هم ماشي معناتها تاعهم ولا جوج تمركز بزاف كبير، الحوان تاعهم وين يخيطوا اللبسة تاع هذيك الجهة المسلمة، وين يبيعوا بزاف ذهب. يعني اذا كنتوا جيتوا مع يماكم ولا واحد يحب الذهب، هذا هو الشارع اللي تجنبوه يا حظ، تجنبوا هذا الشارع انه الفخ. فدرك راح نروحوا للمايدن. المايدن واش فيه مليح؟ سيكو المعلبات، المعلبات لي زيبيس وكل هذا لافيس تاع الزيت وافيس اورغانيك يعني تاع الماكلة. دونك اليوم رانا في ايام الاسبوع، دونك ما كانش بزاف غاشي، هذه حاجه مليحه. وفي واحد الركن اللي ماشي مليح اللي هو ثاني تاع سناكس، عندهم ركن كامل غير تاع سناكس. صويا قضينا قضينا الحمد لله. يعني ليست مشي طويله كاع، شو مشي حاجه شو حاجه ولا زوج، هذا ما كان مي ما كانتش يعني كانش قضيه غير لي انا برك، كان شحال من الناس متشاركين في القضيه هذا. المايدن واش فيه سامنتسك وفي كل دورات تلقى خدام يقول لك باللي ما تصورش، هبط التليفون تاعك، الناس موسوسين لداخل، سورتو هنوده هما الاكثريه، كامل كوميونيتي تاع هنوده تماك. واش كاين سك عندك ترولي، عندك فيه هو شحال من ايطاج. انا راح تغل ليطاج اللي كنت حقيت فيه جهه ممنوعه اللي هي تاع الشيكولا، سو ديت سنيكرز برك ديت شيكولا واحد اخرى. فيه جهه لي زيبيس تماك صرفت مليح. والحاجه اللي كشغل درك هكا كشغل تقيسك هي كي تشوف باللي التمر تاعنا اون فيت كاين تمر، كاين تمر اغوغو الكيلو ب 10 رينغيت دونك ابوبري 40000 ولا 50000 تاعنا في الجزائر. تلقاها تمر تاعنا تاع الجزائر وباينه باللي تمر تاعنا تاع الجزائر والدقله تاعنا تاع الجزائر، مي تلقاها جايه على تونس، تسمى تلقاها منتوج تونسي ولا دقله نور تونيجيا. احنا على بالنا باللي تمر تاع الجزائر، لكن المهم فرحة تاع رمضان وتمر كاين والامورات هذيك. دونك عندنا لي زيبيس، عندنا لي صوص، عندنا التمر، دونك بقات لنا الخضره والمعلبات واللحم. نروحوا لان اس كي. دونك انا عندك تهز تيكي وتروح تخلص شحال راك حاب ليسونس، بعد تروح تعمر ديرك. هي نورمالمون عندك بالكارطة، ما عندك تدخل الكارطة تاعك الكود. مي هنا اليوم راهي فاسدة، خلينا نديرو لا وبا ليسونس، يعني حتى حاجة جديدة يعني نورمال تعمر ليسونس ما شي علم كبير. يا كرفس التيكي اللي راح يرومبورسيو لي بيه. بون عندي في لابليكاسيون هاديك هاد التيكي هذا يرومبورسيو ليك اكزاكتومون واش عمر. دونك نعمرو ليسونس باطل مع سكر.
رانا في الكويل مول و ان اس كي بيان سور ماشي لوكيشن وحده دونك ماشي كاين ان اس كي واحد ان اس كي صالي لو كيما فيلاج جروسر كيما جاين كيما تي اف تي والله ما شفت في بو عندهم واحد الماركه ثاني كيما هكا تاع لي سوبر مارشي ان اس كي سي كو عندها الطول عالي كامل تاع لي بروموسيون اللي يديروها على لي برودوي لا غام تاع لي برودوي تاعهم اللي قيسهم لا بروموسيون عاليه بزاف وعندهم ديم ميم دي برودوي لي باش يغلبوا المنافسين تاعهم هما مهبطين فيهم في البري ديريكت هكا هكا مول هذا فري فارغ الكويل مي قديم ما مش جديد شغل بالك مع الكوفيد طاسو حبسو كاع ارواح درك ويل قال انا سكي بون ان اس كي عقليه تاع الامريكان جون تاع لي باليت عرفت ديريكت كرتونه عرفت ديريكت بالكونتيتي خويا هنا يخدموا الكونتيتي والكاليتي تاني شويه سنعطيكم مثال على الروس خاوتي بون راكو تشوفوا هنا هادي سي 25 رينجيت انا وين نسكن نشري هذا الروز هذا نفسه ب 37 رينجيت هذا اللي نشري ب 28 هنا يدير 14 دونك شوفوا ديجا لي ديفيرونس في لي بري هكا سورتو الحفايز تاع اللي راح تشريهم فراك دور تشري بزاف نروحوا لحاجه واحده اخرى كاين عندكم ديفيرونس في كلش جار عندك هكا عندك هنا 24 يديروا 26 دونك تقريبا الوحده تجيك رينجيت وحاجه هي هذه دير 2.7 في الحانوت شغل لي بيع رخيص كاع كاين حوانت يبيعوا حتى 3 رينجيت دونك غير باش تشوفوا الديفيرونس برك هذه كوكا نروحوا لحوايج وحدين اخرين الكوبي رايت الكوبير جور غير باش تشوفوا الديفيرونس برك هنا كيما العقليات جون تاع الامريكان عندك كلش يتباع في بلاصه واحده انت تجي تخيروا واش راك حاب وتدي وسيرتو اللي عندهم لي فامي هذا يساعدهم بزاف باسكو يبيع بالقرو جار غروسيز بصح ماشي غروسيز بصح اتبضع على راحتك زيب باكس اول حاجه واش نزيدو تاني كيتشوب هاوليك كيتشوب خاوتي كيتشوب بالقرع ها 5 رينجيت 20 ميل شحال فيها من كيلو هادي بون بيان سير عندكم حلال هذا كيتشوب هذا كاع كيتشوب هذا بون ما باليش شو هذا الديفيرونس بين تشي وبكا وهذا كاو كويتاو هذا تاع المي تاع هذا كيما الاندومي وهذه صوص طوماط هاليك صوص طوماط ستارينغ تقريبا 30,000 في الجزائر هاليك عندك فري 250 غرام بصح شحال فيك وزن كيلو 700 لا لا والله ما عندي شحال فيها زوج كيلو 600 زوج كيلو ونص قريب تاع طوماطيش عندكم ميم الكوتي تاع كوزميتيك ميم الكوتي تاع الكوزميتيك وماشي غالي جار سنسودان يدير 30-24 برا دونك عندكم كلش بري ريزونابل بري على برا بزاف رخيص دونك سيف ذا بليس ان اس كي كاش ما جيتو لماليزيا ولا كاش ما يخصكم اروحوا لان اس كي يتهلاو فيكم صاريم صاحبي صاريم بون كانت ريماركيو وكانت ريماركيو في ليبري باش تلقاو حاجه زعما تفوت في 20 رينغيت هاديك بيكن نات فريالو عندنا لي نات تاعك في ماليزيا اي نو ذاتس يور فيفورت سيزم سيد ميم الحوايج اورغانيك وشغل ماشي غاليين ما كانش حاجه كشغل بزاف مبالغ فيها زعما تاع اورغانيك دونك غاليه هادو قاع سي دي برودوي اورغانيك كاين واحد لابسه تقريبا بزاف حوانت يديروها هنا في ماليزيا وانا ندير لك بروموسيون
دونك هذا الياورت ناتور هذا يدير نورمالمون 25 رينغيت ولا 24 رينغيت، يقول لك 10 رينغيت 39. لكن نقرا هنا برك البايط اللي من 1 مارس 2022 ل 31 مارس 2022 واغلبية البايط هنا راهم جويي، عندك اكتوبر، عندك اوت، اكتوبر. دونك الاغلبية هادو كاع راح تخلصوا البري توتال، ماشي هاد البري هذا تاع بروموسيون. بلا ما ننساو العالمي مايلو خويا يوسف، ديك وحشة صاحبي يا خويا، كاش ما جيت عندك هادي تسالني، هادي هذا واش تسالني صاحبي؟ بيان سور عندكم جهه الخضره، بون جهه الخضره ثاني ماشي غاليه كاع، غير هاولي كاد اناناس 32 من 12000 سوري. هاليك الفاكهه المفضله عند جواد 4 فاصل. بون هنا نبدا نديرو الاختبار خاوتي، اقسم على 4 دبر راسكم، شغل نتوما تقدروا تعرفوا وحدكم البري بلا ما نعاونكم انا. عندكم جهه تاع الحوت، دونك هام ليك لي بري تاع الحوت ثاني كيف كيف. غير باش تفهموا الاسعار نتاع لي برودوي هنا في هذا الفيديو، كل سعر باش ترجعوا للدينار الجزائري اضربوا في 48 ولا 5 باش تسهلك العمليه. اذا كنت حاب تعرف للدولار اقسموا على 4، تما اذا راح يكون عندنا 10 للدينار الجزائري راح تكون 50000، للدولار راح تكون 2.5 دولار. بون تقريبا عندكم كلش، عاملك لي كوكياج هادو، عندكم الحبار، عندكم ديفرنت كايند، عندكم لي كراب حيين، عندكم كريفيت. بون كريفيت هاي لك بين 42 و29، عندكم هاد الحوت هذا تقول عليه ترونسبارون 4 رنجل، هذا يصيدوه بيش كيف ما ياكلوش. هنا الباكت تسمى هادو كاع حوت ثانية، بون يخدموهم بركي ما هاكا جيلي فيش، عاملك خاوتي الميديزات، خاوتي بيعو ميديزات، باك ب5 رنجات. هادو لي ترونش تاع الصومون كامل، هنا لي غروند بياس والهيك الدجاج. هنا عندكم الحوت حي، تسمى تقدر تجي تشري الحوت عليك، هذه تيلابيا تقدر تشري تيلابيا من الباصن ديرك 12 رنجل. هاوليك نفس الشيء خالتي، لينا برانش ديك دقلت نور اوف تونيزيا، هذه دقلتنا خالتي، هذه دقلت الجزائر تتباع هنا دي مارك امبالي، ماشي من با غالية. دونك سا فو دير كو هادي فريمون قامت لهم بجون باش يكسبورتيوها لماليزيا، باش تكون بري هاكا 200 غرام ب 4 رنجات، 500 غرام ب 11 رنجات، ما لحقتش جون 100000 للكيلو. بنان عندك 4 رنجات للكيلو، وهذا البنان نورمال، هذا ماشي البنان تاعهم، باسكو البنان تاعهم ارواحوا معايا دوك نوريكم البنان تاعهم كيفاش مداير. البنان تاعهم اون فات جاي صغير، هذا 4.4 ونص، تسمى البنان تاعهم غالي على البنان الاخر. هادو لي فروي دامبورطاسيون بيان سور كي تشوفوهم، هادو الكويافا، الناس اللي ما يعرفوش كويافا هادي هي الكويافا. بون ما عندهاش كو بزاف حلو ولا اي سي دي كو، كل واحد كيفاش تعجبو. هادي كويافا صغيرة، وكويافا الكبيرة رخيصة عليها، باسكو هي كل ما تكبر كل ما ينقص الكو فيها اون فيت وتولي قاسية. باتش كيت رخيص على الجزائر 11 رنجيت، تسمى 40000 30 بيضة، 30 بيضة ب40000. عاد نرجع نروح نجيبو فيها الروز خلاص، انا هذا واش عندي نقضي هنا كامل. هذوك لابايس تاع السناكس وكلش، طوماط، طوماط كونسيرف، نيسكافي، مايلو،
لي شامبوان، صابون تاع الماشينه، صابون ليكي تاع الماشينه، طبايط لي خاصهم البايط المقالي. انت واش راك باقي عاملي كيف كيف كاع البرايسز؟ بون هذا شكروه، هذاك الباسماتي فوالا تراديسيونيل، هذا الغالي كاع 53 رينغيت، برا تلقاه 70 80 رينغيت، جور هنا فري شغل رخيص عندهم. وهذا البراون رايس، هذا اللي يحتاجوا ليه فيبر خاوتي، مش حال تقيل تقيل الروز هذاك. قضية انت نص رمضان هاوليك با هاوليك، وين جاي هو الاخر الكويل سيتي مول، الكميشيام ايكو جولدن سكرين والسين تاعهم، فات تلقاه من هنا، من هنا تلقاه هو ان اس كي جروسري. واش رايكم، واش رايكم في لي بري تاع الحياه في ماليزيا؟ يعني لي بري تاع ما نباليش انا لي ماتير بريمير كيما هذوك تاع عبالي ما وريتش بالك البصله بطاطا، لكن كاين دي برودوي وين كي تشوفهم يروح دائما بالك باللي غاليين هذوك لي برودوي. عندنا كيما اللحم والحوت ماشي حاجه اللي لازم تاكلها كل يوم، لكن لي بري تاعهم معقول. بياسون ما تاكلش الحوت كل يوم، تاكل الحوت كل يوم انت من مستوى اخر بيروقراطي، خاطينا اخويا ماكش مكلاسي معانا. لكن يعني اون جينيرال انا نشوف بلي انسكا تسيفي بزاف وتساعد الناس اللي يكونوا قراب لهاد البلايص هادو تاع اللي فيهم انسكا. يعني ماشي طالب ولا واحد اللي جاي لهنا على جال حاجه يفواياجي من ولايه لولايه غير على جال باش يروح يقضي في انسكا، تقدر تقضي في اماكن واحدين اخرين والبريير تقريبا راح يكون كيف كيف. تسمى ما ديرش في بالك باللي اذا شفت باللي راح تصرف بزاف غير اقضي من الحانوت اللي جا قدامكم وخلاص، ماشي لازم عليك. In 300 meters, keep right.